واحد جدري سايبه؟ لا والله الدنيا فيها حراميه. كاكا معك مصاري؟ لا ما معي مصاري. من منين مصاري؟ قولوا والله ما معي. والله ما معي مصاري. جرونا جرونا ولا هيو. اهلين. 50 ورا 10. ليش خير؟ هي اكل خرا. طيب خير بعطيك 200 بدل 50 تمام؟ بس اسمعني شوي 5 دقائق. ليك روحي انا مالي مجبور اسمعك، بس الشغله فيها 150 ورا زياده هات لنشوف. تفضل. خاطر رضيان مش عم تعمله؟ او بسمع انت رايح جبارة نشتري، جاي جبارة نشتري الحرامي، رضيان شو عم تعمله انت؟ مفكر شيء لقدام مشان اولادك؟ انا ما عندي مشان هي 200 بدل 50 بعطيك اياها. بس فكر لقدام مشان اولادك او سمعتك بالايام. فكر شوي. شغله ثانيه اذا عدى ابنك من هون قول له هذا ابن الحرامي ابن النشتري. فكر فيها لاولادك بالايام. تفضل هي 50. تعال هون انت عم تسلب علي؟ صار لك ساعات تنصح فيني اعطيني 200 اطلع 150 ولا لا؟ اعطيني 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 هي. لا تقصلي. شغله ثانيه اذا عدى ابنك من هون قول له هذا ابن الحرامي ابن النشتري. فكر فيها لاولادك بالايام. كم اصني انا اخذ منه 150 زياده ويعذبني ضميري. بس والله الزلمه معه حق، يعني معه حق. يا رب اتوب اليك يا رب اتوب اليك اتوب اليك اتوب اليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك شيخي؟ اهلين يا ابني. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا شو جبارة. اهلا شلونك شلونك خير؟ الله يرضى عليك. وتوضي يا ابني. توضي توضي. اسمع حسن عم اسمع عنك. تفضل تفضل تفضل. فجر قهوة. تفضل تفضل. والله نورتنا شيخ جباره. اهلين يا ابي. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. والله من وقت الله خير. والله الحمد لله من وقت ما قدمت لي نصيحه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بسمعنا بسمعنا اخبار طيبه الحمد لله سبحان مغير احوال. الحمد لله. الله يغفر لنا الله يغفر لنا يا رب. الله يغفر لنا. تفضل قهوه قهوه. يا ابني القهوه ما بصير يا ابني القهوه حرام بالهيك على ذكر الله. ليش تدخل؟ عندك بيره؟ خلص مي 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 خلص مي مي. الله العظيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بازورنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيت الشيخ جبارة؟ نعم يا ابني وصلت. أهلين يا ابني. بس تعرفنا نحكي على الباب يعني؟ لا ضيف ضيف الله. تفضل يا ابني تفضل. وين مين شو؟ تفضل على السلامة. تفضل يا ابني. يا الله يا الله. تفضل. تفضل يا ابني تفضل. الشيخ. ايه تفضل يا ابني شو كان بدكم؟ والله يا شيخ جيناك موضوع. تفضل يا ابني وصلتوا باذن الله وصلتوا. حضرتك بتكتب كتابات؟ طبعا ابني شيخ طبعا بكتب كتاب. في عندنا كتب كتاب هيك اذا بتتكرم علينا. كتب كتاب؟ ايه. متى رح تكتبوا الكتاب يا ابني؟ اليوم هلا. نقوم جاهز حالنا نروح على بيت العروس؟ لا ما في داعي العروس هون. عروس هون؟ ايه. تجيبوها لهون يعني؟ لا 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 موجود. العروس العريس. يا ربي دخيلك لا تقوم هي بنت وانا زين ما لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا 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 مستحيل مستحيل. خير ان شاء الله خير. اعطيني هويتك. يكرم عينك. حرامي اعطيني هويتك يا بنتي. بس يا بنتي لازم تتحجبي ما بصير هيك انت سبور. ها ان شاء الله بعد ما ننزل وشي ان شاء الله يا رب. الله يهدينا جميعا يا شيخ. ايوه مكتوب ذكر على الهويه معناتها انا ما ظلمته وبدهم يتجوزوا. انا بفرجيكم يا كليب.
شيخي ما يدونك يعني؟ لا كينا شيخ، انتو بتخلوا الواحد يمشي خلاك شيخ، انتو بتخلوا الواحد طول بالك يا شيخي، بس افهمك القصة. شيخي العريس هرب جاي تستقبل العروس. وينك يا